واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد.
سيدنا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك عن أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أبسط والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي لكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والأفعال والصفات، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها الموجودات. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وجملة أصحابه. أما بعد، أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي الشريف من قواعد الإسلام وكلياته، جامع لأمور يدور عليها الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أي إذا تحقق الإنسان واتصف وتخلق بهذه الخصال الثلاثة فإنه يجد حلاوة الإيمان، أي يجد حلاوة ثمرة الإيمان ذوقا بأن يتصل بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتسري هذه الحلاوة في قلبه وروحه فتنعكس عليه من أنوارها وإشراقاتها ما لا يدرك كنهه إلا الله عز وجل. إذ الله عز وجل نور، بدليل قوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض. ورسوله صلى الله عليه وسلم نور، ونوره من نور الله عز وجل. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله بمحبة رسوله، فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه الخصلة الأولى التي تثمر حلاوة الإيمان وتنتجها. ولا شك أن محبة الله تبارك وتعالى تقتضي متابعة أمره واجتناب نهيه، وتقتضي التعلق بالله تعالى في كل الأمور، وتقتضي الميل بهوى النفس إلى طاعة الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يوجه هوى نفسه إلى الميل إلى كل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمر، وتوطين النفس على الاستجابة لله ورسوله في كل شيء شيء. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وتقتضي أيضا معنى آخر، وذلك أن يكون محبا ميالا إلى كل ما ينتسب إلى الله ورسوله، فيحب الشريعة ويحب القرآن العظيم الذي جاء به الرسول عن الله تعالى، ويحب كل من نسب إلى الله جل وعلا من العلماء العاملين والأولياء الصالحين والأشراف المبرزين والأخيار المطهرين وكل ما يجسد هذه المعاني التي جاءت عن الله ورسوله. ولا يفرق بين الله ورسوله، لأن رسوله رسالته، ورسوله نوره، ورسوله خيرته من خلقه، ورسوله واسطته بينه وبين عباده، فهو المبلغ عن الله عز وجل. فلا يمكن التفريق بحال من الأحوال بين الله تعالى وبين من اصطفاه اجتباه اختاره وأرسله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا تحلق بهذا الخلق واتصف بهذا الوصف وجد للإيمان طعما خاصا وحلاوة تسري منه إلى غيره من الناس وتشع عنه، فيصير من الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معرض آخر. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخصلة الثانية: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله.
وهذه مرتبطة بالأخرى، لأن الذي يحب الإنسان لله عز وجل إنما يلاحظ في ذلك الإنسان صلته بمولاه، فيحبه لكونه شريفا من الأشراف، مرتبطا النسبة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول مبعوث من الله. ويحب الإنسان لعلمه لكونه يحمل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من الله. ويحب الإنسان لصلاحه لأنه يحمل صلاح الأفعال التي تبعث الخير في عباد الله ويجسد طاعة الله عز وجل بين عباده. ويحب الإنسان لكونه إنسانا مخلوقا لله عز وجل فيراعي فيه تلك النسبة إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. فإذا لاحظ نسبة الخلق إلى الله تعالى أحسن إليهم وأشفق عليهم وأحبهم لله عز وجل لا لعرض، لأن المحبة المقرونة بعرض لا تكون محبة وإنما تكون نفاقا، لأن الله تعالى وصف المنافقين بكونهم إذا أعطوا رضوا وإذا لم يعطوا يسخطون. فلذلك وجب على الإنسان المؤمن أن يجعل هذه المحبة التي هي قيمة عظيمة ورابطة جليلة بينه وبين الله، إذا جمعت بينه وبين عباد الله تعالى أن تكون مجردة عن الأعراض والأغراض، وإنما تكون لله وحده جل وعلا. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فإذا اتصف بهذه الخصلة أيضا وجد لهذا الإيمان حلاوة تسري في عروقه ودمه وخاطره ونفسه وتشيع منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره أن تصير عاقبة أمره إلى الكفر كما يكره تماما حسا أن يلقى في النار ويحرق بها. فإذا يعظم شرع الله وما جاء عن الله، ويحب الإسلام وأهله ومن انتسب إليه، ويكره الكفر ومتعلقاته وما يجر إليه كما يكره أن يلقى به في النار تماما. فإذا فعل اتصف بهذه الأمور الثلاثة وجد للإيمان حلاوة ذوقا ومعنى وفقها وتحصيلا وعملا، فبذلك يختلف سلوكه تماما ويصير إنسانا مرتبطا بالله تعالى، ويصير إنسانا مرتبطا بالدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقية والتي هي البقاء الدائم، لا مرتبطا بهذه الدنيا وحدها التي هي حال زائل على كل حال. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يربط على قلوبنا بأنوار الإيمان واليقين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الدين كما شرع، وأن القول كما قال، وأن الله هو الحق المبين. أما بعد، أيها المؤمن، إن من آثار محبة الإنسان لله ورسوله ومحبته للإنسان لله لا غير وكره الإنسان للكفر ومقتضياته أن تنتج له محبة الله تعالى له، لأن الأمر ليس في محبتك لله ولكن السر في محبة الله لك، لأنه إذا أحبك سبحانه كفاك ما أهمك في الدنيا والآخرة. قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال مولانا جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فتصير عبدا قائما بربك في كل أمورك، ويصير أمرك ومقاليد شأنك كله صغيرها وكبيرها متصرفا فيه من قبل مولاك، لا يفعل من ذلك إلا ما يرضيك. وهذا أمر جليل عظيم. لو اجتهد الإنسان المؤمن في السير على منواله وتحصيل نتائجه وآثاره لكانت الأمور كلها مختلفة تماما، ولكان أمر المؤمنين ومآلهم فرادى وجماعات إلى مكرمات تلو المكرمات. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بمحبته، وأن يرزقنا السير على نهج نبيه ورسوله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم أتمم علينا نعمتك، وألبسنا في الدارين سترك وعافيتك، وأجرنا من نارك، وأدخلنا جنتك. وانصر اللهم من قلدته في هذا البلد أمر عبادك أمير المؤمنين مولانا محمدا بن مولانا الحسن ابن مولانا محمد بن مولانا يوسف. اللهم أصلحه وبه وعلى يديه، ووفقه للخير وأعنه عليه، واجمع كلمة المسلمين به وعلى يديه، وأقر عينه بولي عهده الأمير المولى الحسن، وشد أزره بأخيه الأمير المولى الرشيد. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين، وأكثروا من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى النبي الشفيع الهادي الأمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد. اللهم صل عليه صلاة تامة دائمة جليلة مقبولة. وارض اللهم عن ساداتنا آله المطهرين الأخيار، وصحابته الأئمة الأبرار، خصوصا منهم الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين، ساداتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، وباقي العشرة البررة الكرام المبشرين، وزوجات رسول الله أمهات المؤمنين، وسائر الصحابة من الأنصار المهاجرين. اللهم انفعنا بمحبة ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، آمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. طيب يا الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم كريم فضائله، ورضا أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، فاتحا الوالدين ولكافة مسلمين المحبسين، اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا مولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أصلح به البلاد والعباد، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.